والله سلقت الباستا وشكلها استوت بزيادة. شكلي عرفت وش بسوي. زمان لما كنت أسلق الباستا وتستوي بزيادة كانت مشكلة بالنسبة لي، بس الحين لا. يلا راح أشارككم تجاربي مع أخطاء الباستا. 1. للباستا المطبوخة زيادة عن اللزوم نغسلها في موية باردة وبعدين نسخنها مع كوكين كريم، وكمان تقدرين تضيفين جبنة الموزاريلا علشان يكون المزيج سميك. 2. للباستا اللي ما انطبخت كويس نكمل طبخها مع أي صوص نحبه وشوية من موية الباستا. وأخيراً إنقاذ الباستا اللي تعجنت، ارجعي حطيها في موية مغلية وشوية زيت وبعدين نسخنها مع كوكين كريم.